بعد النجاح الكبير الذي حققه في المها الأول ماروك الذي أخرجته سنة 2005، ها هي ليلى مراكشي تتألق بعد 8 سنوات من الغياب بفيلمها الجديد صخرة القصبة. صخرة القصبة كوميديا درامية تحكي قصة عائلة التأم شملها صيفا بمنزل العائلة بعد وفاة رب الأسرة، لكن الأمور ستتغير بعد عودة صوفيا ابنة الراحل من أمريكا، وتبدأ الأسرار في الكشف عن نفسها مما يحدث تصدعا في العلاقة العائلية. صحيح أن العودة إلى المغرب بعد 8 سنوات وتقديمي اليوم في مدينة الدار البيضاء أمر يثير في داخل الكثير من الأحاسيس. هذا الفيلم يدور حول المراهقة، الحزن عند النساء وعن المرأة عبر أجيال متعددة. هو كوميديا درامية تضحكنا أحداثه ترى وترة أخرى تبكينا. مخرجة الفيلم ليلى مراكشي اختارت مجموعة من الممثلين الأكفاء لتشخيص قصة الشريط، على رأسهم الفنان القدير عمر الشريف، الفلسطينية هيام عباس، واللبنانية نادين لبكي، والممثلتين المغربيتين لبنى أزبال ومرجان العلوي بطلة فيلمها الأول ماروك. قدمت ليلى فيلما عن النساء، إنه مهم بالنسبة للمشاركة في هذا الفيلم لأنه يمثل نموذجا عن المرأة في المغرب التي هي في حاجة إلى الحرية وإلى التعبير. هو بمثابة تكريم حقيقي للمرأة، وأنا جد سعيدة بالمشاركة فيه. ساعة و45 دقيقة مدة الفيلم الذي يضرب للجمهور المغربي موعدا بالقاعات السينمائية ابتداء من 18 من شتنبر القادم.